بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزيرسيس ماتكو. اليوم غادي نحضروا واحد التيوريم جديد من بعد ما شفنا التيوريم يعني للوا دو كيرشوف، الوا دي نيود والوا دي ماري، شنو كيفاش كنطبقوهم. اليوم غادي ندخلوا لواحد التيوريم اللي كتسمى التيوريم دو سوبر بوزيشن، صافي دي بلون دي يعني دو سوبر بوزيشن. اذا هاد التيوريم هادي المبدا ديالها هو اللي غنشوفوه اليوم، صافي. شنو قال لنا في التمرين؟ هذا هو التمرين 20، راه كاينه في تي دي، تي دي راه كاينه في صندوق الوسط. التمرين 20 شنو قال؟ قال اون اوتيليزون لا تيوريم دو سوبر بوزيشن كالكولي لا تونسيون في انتر ا اي بي. بالنسبة ل ا كاين هنا و بي كاين هنا، اذا قال لك باستعمال لا تيوريم دو سوبر بوزيشن شنو غنديرو؟ غنحسبو هاد لا تونسيون اللي كاينه هنا، يعني اللي كاينه ما بين المربطه، هاد المقاومة هادي اللي القيمة ديال هاد المقاومة هي 4 اوم، صافي. وعطانا هنا واحد المقاومه اخرى القيمه ديالها 9 اوم، عطانا واحد لا سورس دو طونسيون القيمه ديالو 8 فولت، وعطانا واحد لا سورس دو شنو كنقولوا لا سورس دو كورون القيمه ديالو 5 امبير، صافي. اذا حنا خصنا كيفاش نتعاملوا مع هاد لا تيوريم دو سوبر بوزيشن. هذا يكون المثال الاول، هذا يكون ساهل شويه، صافي. كيفاش نديرو نتعاملو معاها بطريقه بسيطه؟ شنو هي تيوريم دو سوبر بوزيشن؟ شحال عندي ديال المصادر ديال الطاقه؟ تخيل معايا، عندك مثلا هنا دار، هذه دار ثلاثه ديور، ياك عندي هنا مثلا واحد الخزان ديال الماء، صافي. وعندي هنا واحد الخزان اخر ديال الماء، صافي. اذا هنا واحد لا سورس ديال واحد الطاقه، اما طاقه كهربائيه يعني بحال لا سورس دو طونسيون، لا سورس ديال لو كورو، اعتبروا انت هما هاد. يقدر يكون عندك هنا لا سورس ديال لو طونسيون ولا سورس ديال طونسيون ولا بجوج لا سورس ديال الكورو، صافي. حنا المهم نعرفوا شنو هي لا سوبر بوزيشن. دابا هاد لا سورس ديال الماء فيه واحد النسبه ديال الماء، ياك كل نهار كيعمر فيه واحد النسبه ديال الماء، كيكونوا على برا يعني بحال هكا كيعطيو ديو الماء والطاقه الكهربائيه اللي يكونوا في السطوح، ياك. اذا هذا كيعطي واحد النسبه ديال الماء، عنده واحد الاخر ديال الماء ولكن كتسارع. دابا هذا كيعطي هذا المنزل، ياك، ومن بعد ما كيعمر هذا المنزل كيزيد يعطي هذا المنزل، من بعد ما كيعمر هذا المنزل كيزيد يعطي هذا المنزل، باينة بلي القيمه ديالو شنو؟ بلي القيمه مشى وكتنقص، ياك. القيمه ديالو مشى وكتنقص، ساعه توصل لهنا نقولو كتسالى، حيت هما عابرين بلي صافي غتوصل لهنا عادي تسالى، مغيبقاش هنايا كاينه الماء. وعاوتاني هذا كيعطي الماء، كيعطي الماء، يعني حتى هذا كيتسالى، يعني هذا كيعطي واحد النسبه ديال الماء وهذا كيعطي واحد النسبه ديال الماء. سوبر بوزيشن اش كتقولك؟ كتقولك الا بغيتي تعرف شحال عطا هذا ديال الماء حيدو، الا بغيتي تعرف شحال عطا هذا ديال الماء غتحيد هذا. هذا ما يعطيش، صافي. هذا ما يعطيش الماء، غنعرفو هادي شحال عطا ديال الماء في كل بلاصه، صافي. شحال عطا الماء هنا، شحال عطا الماء هنا، يعني في اي بلاصه، هي الفكره هنا. الا بغيت مثلا هاد 8 فولت شحال عطاتني ديال التوترات، مثلا التوتر، حنا باغيين التوترات ما بين ا و بي، نشوفو هذا هاد لا سورس دو طونسيون القيمه ديال 8 فولت شحال عطاني هنا، شحال عطاني في هاد شحال عطاني فهاد التوتر هنا، شحال هو التوتر ما بين المربطه اي و بي اللي عطاه ليا 8 فولت، صافي. الا بغيت مثلا عاوتاني انا نعرف القيمه اللي كيعطيني هذا، يعني هو بجوج كيعطي، ولكن انا بغيت نعرف القيمه اللي كيعطيني هذا، اذا صافي انا غنحط اي هذا كيعطيني هذا وهذا نعزلو ونشوف هذا شحال كيعطي في كل بلاصه، صافي. في كل منزل شحال كيعطي، وفي الاخر اللي جمعناهم بجوج كيعمرو لنا المنازل، صافي. بجوج كيعطيونا الطاقة فبجوج كيعمرو لنا هاد المنازل بالماء. هادي هي الفكرة ديال السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن اش كتقولنا؟ كتقولنا بلي إلا بغيتي تعرف كل واحد شحال عطا ديال، حيت دابا هنا إلا بغيت نعرف لا طونسيون ما بين أ و بي راه مايمكنش مباشرة، إذا ضروري خصني أنا نحيد واحد فيهم. هادي فكرة السوبر بوزيشن، حيت هو حتى معايا دابا نخدم بالسوبر بوزيشن. إذا نحيد واحد فيهم، إما نحيد لا سورس ديال الكورون ونخلي ديال لوطونسيون، وعاوتاني من بعد يعني في الثانية نحيد لا سورس ديال الكورون ونخلي لا سورس ديال طونسيون، هي خصني فيها واحد الحاجة. من كنبغي نحيد لا سورس ديال لو كورون، لا سورس دو كورون، إما كنرمزو له بحال هكا ولا كنرمزو له بحال هكا،
هاد السهم من الفوق يعني هذا البلوز ديالو هو ديالو صافي. ولا كنرجعوا بحال هكا ولا كنرجعوا بحال هكا الكوام ديال الرموز ديال لا سورس ديال الكور باش كنحولوا دار مفتوح. مثلا هنا كان عندي واحد السورس دو كورون واحد في هادو غير باش نعرفو هم كاملين باش كنحولوا يعني ملي كنبغي نحيدو شنو كندير بلاصتو كندير بلاصتو واحد البلاصه فارغه صافي اوفر. وبالنسبه للسورس ديال لو كورون اما كنرجعوا بحال هكا ولا كنرجعوا بحال هكا ولا كنرجعوا بحال هكا بلوس مو صافي. ملي كنبغي نحولو اش كندير بلاصتو كنديرو فيه بلاصتو واحد السلك كهربائي مسدود صافي. كان هنايا عندي هذا ملي بغيت نحيدو شنو بقى في بلاصتو واحد السلك كهربائي صافي سلك توصيل. اذا دابا اجي نبداو علاقة من هاد الشيء هذا ونمشيو نحسبو شحال كيعطينا هذا بالنسبه شحال كيعطينا هذا شحال كيعطي هذا ديال لا كونسيون ما بين ا و بي وشحال كيعطينا هذا ديال لا كونسيون ما بين ا و بي. وفي الاخر شنو غنجمعوا داكشي اللي كيعطينا هذا وداكشي اللي كيعطينا هذا كيعطيني لا كونسيون كامل اللي كيعطينا هاد المولدات هاد لا سورس دو كونسيون لا سورس دو كور صافي. اذا نجيو دابا لواحد فيكو واحد فيكو واحد شنو نديرو فيه مثلا نحيد لا سورس دو كور واحد شنو غيبقى لي نحيد لا سورس دو كور. قلنا لا سورس دو كور ملي كنحيدو شنو كيوقع ملي كنحيد لا سورس دو كور ها هو حيدناه بغيت نحيدو شنو قلنا كنديرو بلاصه مفتوحه صافي. اذا بقات لي هذه مفتوحه ياك ملي حيدت لا سورس يعني انت كترسم لها ترسم لها حيدتي لا سورس دو كورون. قلنا ملي كنحيدو لا سورس دو كورون اش كنديرو كنديرو بلاصه فارغه صافي. هاد البلاصه الفارغه الا لاحظتي معايا يمكن نحيدوها بحال هكا ياك صافي ما عندنا نديرو بها. هذا هو الفيكور رقم واحد هذا هو الشكل رقم واحد ملي كنحيدو شنو ملي كنحيدو لا سورس دو كورون صافي. ملي لا سورس دو كورون كنحيدو كيبقى لي الشكل بحال هكا. دابا انا شنو بغيت لا طونسيون هنا ما بين ا و ب هادشي اللي بغيت لا طونسيون هنا ما بين ا و ب. هنا شنو هو غادي نصغر جوا دو كيرشو راه شنو هو دو كيرشو لا لاحظتي معايا هنا شنو عندي عندي هنا بلوس وهنا المو صافي. اذا الكورون غادي بحال هكا صافي بلوس مو ولا سين بلاتي سين نشوفو مزيان بلوس مو عطاونا تما البلوس والموان اها اذا اللي درنا الكورون بحال هكا اي ياك فاش شنو غيكون عندي هذا غيكون مرسوم بحال هكا. هذا مثلا هو في زيرو وهذا في اب بي واحد ياك هذا ما بين هنا يعني الكورون بحال هكا مثلا فكيعيد الترسم هذا يتصم بحال هكا. وبالنسبه لهاد لا سورس ديال لو كونسيون شنو هو اول واحد كنرسمو من السالب للموجب صافي من السالب للموجب القيمه ديالو راه 8 فولت صافي القيمه ديالو شحال 8 فولت. اذا هذا هو الكورون كيهبط. اذا التمثيل ديال لا كونسيون في ا بي واحد غنسميه في ا بي واحد حيت في ا بي واحد زائد في ا بي جوج شنو كيعطيني كيعطيني في ا بي كامله. حنا نشوفو في ا بي جوج ما نجيبوها دونك لو ماي شنو مثلا هذه ام وهذه ان دون لو ماي ام ا بي ان ام ا بي ان شنو عندي في هذا الماي ام ا بي ان نطبقوا لو ماي عندي واحد الاتجاه اختار الاتجاه اللي بغيت هي هكا هي هكا قلت لك انا كنرتاح فين نخدم اتجاه عقارب الساعة اللي ماشي مع الساعة كندير حدا زائد اللي ماشي عكس الساعة كندير حدا ناقص صافي. أول حاجة بلوا دو لوا شنو لوا دو أوم لوا دو أوم شنو عندي هنا ياك التيار اللي كاين هنا هو نفس اللي كاين هنا هو نفس اللي كاين هنا. إذا لا بغيت أنا في زيرو هاد في زيرو اللي كاين ما بين مربيطي هاد الريزيستون اللي القيمة ديالها 9 أوم في زيرو شحال تكون هي 9 أوم مضروبة في إي كاينة ولا مكايناش. ولا بغيت هاد في اب اللي كاين ما بين مربيطي هاد المقاومه هادي اللي القيمه ديالها 4 اوم. اذا في اب واحد شنو هو راه هو 4 اي انطلاقا من القانون ديالها اسم قانون اوم. اذا دابا غادي نطبق هو دومان يعني في زيرو كنعرفه في اب كنعرفه وهنا في كتساوي لي 8 فولت صافي في كتساوي لي 8 فولت. اذا هنا عندي شنو
هو دو ماي اللي ماشي مع السهم كندير حداه زائد، اللي ماشي عكس السهم كندير حداه ناقص. الا لاحظتي معايا، شوف معايا هذا طالع للفوق والسهم حتى هو طالع للفوق، اذا عندي حداه زائد وشحال القيمه ديالو؟ 8 فولت. اذا 8 فولت ماشي بحال هكا ياك، ماشي في هذا الاتجاه، يعني بحال هكا. شوف هو ماشي هكا وفي زيرو جاي العكس ديالو، اذا ناقص في زيرو. عاوتاني السهم ديالي هابط بحال هكا وفي ابي طالع، يعني ناقص في ابي واحد. اش كيساوي لي هادشي؟ زيرو. اوكي، اش كيساوي لي هادشي؟ زيرو. اذا هنا نعوض في زيرو، نعوض في ابي باش نخرج اي. مين غنخرج اي؟ شنو غنقدر نخرج في ابي واحد ونقدر نخرج حتى في زيرو. اذا نعوض بالقيم ديالو، 8 ناقص في زيرو، في زيرو هي 9 اي ناقص اش؟ ناقص 4 اي اللي هي في ابي واحد، كيساوي لي هادشي؟ زيرو. اذا هاد 8 يمكن نديها للطرف ولا هادو بجوج نديهم للطرف الثاني، ناقص ناقص تولي حداهم زائد، اذا 8 شحال كتساوي؟ 9 زائد 4 هي 13. صافي 13 اي. اذا لا بغيت اي شحال كتساوي لنا اي؟ راه هي 8 على 13. القيمه ديالها بالامبير، علاش؟ حيت هاد 8 هادي بالفولت و13 راها بالاوم، والفولت على الاوم كيعطيني الامبير. اذا استخدموها على حاسبه. اذا تشوفوا القيمه ديالها 8 على 13 كتساوي 0.61 امبير. انا الهدف ديالي شنو نخرج؟ نخرج بي ا بي واحد. اذا يمكن لي نخرج بي ا بي واحد، بي ا بي واحد شحال هو؟ هو 4 اي. اذا بي ا بي واحد شنو هو؟ هو 4 وضرب في 0.61 اللي كيساوي لي 2.44 فولت. إذا المساهمة ديال هاد لا سورس، لا سورس دو طونسيون شحال ساهمنا؟ ب 2.44 فولت. دابا غنمشيو نشوفو المساهمة ديالاش ديال لا سورس دو كورون. إذا أنا كان عندي واحد السورس دو كورون فين؟ هنا ياك؟ أنا غنخلي في أب بي واحد عادي نكتبو، وحتى داك الشكل عادي نخليه، ونعاود نرسم شكل آخر باش غنحيد هاد لا سورس دو طونسيون. صافي، إذا هنا غنحيدو، إلا حيدت هاد لا سورس دو طونسيون واش غيبقى لي بلاصتو؟ غيبقى لي سلك، ياك؟ غيبقى لي سلك هادا، حيت كل ما كنحيدو واحد لا سورس دو طونسيون كيبقى لي سلك، وهنا مالهاش بحال هكا، وهنا عندي واحد السورس ديالاش ديال الكورو، بحال هكا، صافي؟ وهنا طلعتي معايا، راه عندي واحد الغيزيستون هنا، وعندي حتى واحد الغيزيستون فين هنا. ياك عندي واحد الغيزيستون هنا، هاهي هاد الغيزيستون هادي يمكن لي نديرها هنا، يمكن لي نديرها هنا، يمكن لي نديرها فيما بغيت. إذا أنا عادي نديرها هنا عي باش تبان لنا واحد اللعبة ديال أننا كنخدمو باش بداك لا ديفيزيون دو كورون. عطي لا ديفيزيون دو كورون راه بنينا عليه مزيان. إذا هنا غنخدمو بلا ديفيزيون دو كورون باش نجبدو. هنا عندي أ، هنا عندي بي، وأنا علاش كنقلب؟ على بي أ بي اثنان. صافي، باش ملي عندي في ا بي واحد زائد في ا بي اثنان شحال نلقى؟ غنلقى في ا بي يعني الاصلية، ملي عندي المساهمة ديال لا سورس دو طونسيون المساهمة زائد المساهمة ديال لا سورس دو كورون غيخرجوا لي شحال كيساوي. إذا هنا لاحظ معايا لا ديفيزيون دو كورون اش كتقول لي؟ هنا عندي واحد المقاومة القيمة ديالها 4 أوم، وهنا مقاومة القيمة ديالها 9 أوم. لا ديفيزيون دو كورون، رجع لا ديفيزيون دو كورون شنو كتقول لي؟ انا غنخليو في ا بي واحد باش نحتاجوها بلاتي. في ا بي واحد شنو كتساوي ليا؟ هي 2.44 فولت. هنا لا لاحظتي معايا الكورون طالع، هنا راه كاينه 5 امبير، الكورون طالع ماشي بحال هكا، يعني غيتفرع لي بحال هكا وبحال هكا ياك. هذه مثلا اي واحد وهذه اي جوج، بالنسبه لاي اللي عاطيه انا كلشي راه كتساوي لنا 5 امبير. فديفيزيون دو كورون لو بتي داركم مزيان. الا بغينا حنا هاد اي واحد، حيت لقينا اي واحد
لقينا شنو؟ لقينا اي واحد لقينا في ا بي جوج صافي. الا لقينا اي واحد غنضربوه في 4 اون غيعطيني في ا بي جوج. الا بغيت اي واحد بلا ديفيزيون دو كور شنو هي فين شنو هي اي واحد بلا ديفيزيون دو كور؟ عندنا على التوازي. اذا شنو كنديرو؟ الا بغيت اي واحد كنبعد من الريزيستون اللي كاينه في اي واحد، يعني هذه ما كنكتبهاش، كنكتب المقابله يعني الثانيه كما درنا في لا ديفيزيون دو كورو في الثمانين ديالو، يعني عندي 90 اوم. علاش؟ على 90 زائد على الجمع ديالو، على 90 زائد 4، هادشي راه باهرنا عليه في لا ديفيزيون دو كورو. هادشي باش نضرب اي كامله صافي في ذاك الكورو الاصلي اللي عطاني كلشي اللي هو هذا اللي هو اي. بالنسبة لإي شحال كيساوي راه هو 5 أمبير. هادشي هذا فاش نضرب؟ نضرب في 5. إذا إي واحد شنو هو؟ إي واحد 90 5 على 90 زائد 4 تساوي 3.46 3.46 أش أمبير صافي 3.46 اونطير. الا بغينا دابا حنا في ا بي جوج، في ا بي جوج شنو دايس فيه؟ دايس فيه اي واحد. اذا لا بغيت في ا بي جوج شنو هو؟ هو اي واحد مضروب في ار، يعني قانون ار. اذا او في ا بي جوج هي ار اللي هي 4 مضروبه في اي واحد اللي كتساوي اللي هي 4 مضروبه في 3.46 40 امبير. راه بين الامبير الاون في الامبير كيعطيني الفولت. في ا بي جوج شنو هي؟ 4 في 3.46 كتخرج لي 13.84 اش 13.84 فولت. واحد الملاحظة كتشوف هنا الاتجاه ديال في ا بي جوج، يعني طالع للاعلى الاتجاه في ا بي واحد طالع للاعلى الاعلى، ولا شتي حتى الاتجاه ديال في ا بي راه تلقاه حتى هو طالع للاعلى. اذا هنا عندي في ا بي واحد في ا بي جوج عندي غنجمعهم باش نلقى في ا بي الاصلي، يعني المساهمة ديال لا سورس دو كورون المساهمة ديال لا سورس دو تونسيون غنجمعهم غيعطوني المساهمة ديالهم جوج. في ا بي جوج شنو هو؟ هو 13.84 فوالا. اذا في ا بي هذه هي لا تيوريم دو سوبر بوزيشن. في ا بي شنو هي؟ هي في ا بي واحد زائد في ا بي جوج. اذا لقينا في ا بي شنو هي؟ في ا بي واحد هي 2.44 زائد في ا بي جوج شنو هي؟ هي 13.84. إذا 13.84 زائد 2.44 عطاتنا هي 16.28. إذا في أ بي سوات لي هي 16.28 فوالا. إذا راح نحسبنا في أ بي أون أ إي بي باستخدام لا سوبر بوزيشن صافي. كان يمكن نحسب لوا دو أون لوا دو كيرشوف، يعني لوا دو نود ولوا ديما يمكننا نجبدوه، ولكن دابا هو قال لكم اوتيليزي، يعني ضروري خاصك تبدل سوبر بوزيشن. اذا نشوفكم في حصه مقبله مع التمرين يعني الثاني في سوبر بوزيشن، غيكون حتى هو واحد التطبيق بحال هكا باش عاوتاني ندخلو في هاد التمارين اللي صعب. واخا الله يسر.